أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم. نقرأ فيها قرارات مجلس الوزراء الأخير برئاسة تبون أول أمس، وحسابات العهدة الثانية ورئاسيات المقبلة كما بدا لمراقبي. فيما بدا لمراقبين بحسابات العهدة الثانية لتبون والرئاسيات المقبلة، تمخض عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة تبون من القرارات ما سمي بإعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد ابتداء من أول ماي الحالي عبر زيادة بين 3 و5%، وذلك بهدف تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة، كما جاء في بيان الرئاسة. كما قرر تبون تمديد عطلة العيد، عيد الأضحى والفطر، إلى 3 أيام بعد مطالب رفعت على مواقع التواصل مؤخرا بهذا الشأن، حيث تعد عطلة العيد في الجزائر يومين فقط الأقصر مقارنة بدول عربية وإسلامية. وجاء في البيان أنه استعدادا لفصل الصيف وجه تبون بشراء 6 طائرات متوسطة الحجم لمواجهة حرائق الغابات، مشددا على ضرورة استعمال أحدث التكنولوجيات المصنعة محليا كما جاء في البيان خلال موسم الصيف لحراسة المساحات الغابية. كما أمر بإطلاق مناقصة لفائدة المؤسسات الناشئة من أجل عصرنة وسائل وتجهيزات مراقبة الغطاء الغابي عن طريق الطائرات المسيرة درون، والتنسيق مع قيادة أركان الجيش لتسهيل هذه العمليات. لا يضيف شيئا في جلوسه إلى طاقمه الحكومي من خلال اجتماع مجلس الوزراء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هكذا يصفه منتقدوه. أهم قراراته الأخيرة تمديد عطلة موسمية 3 أيام بدلا من 2 لعيدي الفطر والأضحى، إضافة إلى إقرار مراجعة منح ومعاشات التقاعد سنويا، وهو إجراء ليس بالجديد. يستذكر الحاضرون هنا مأساة الصيف الماضي، فيقرر مجلس الوزراء الاستعداد لمواجهة حرائق الغابات، يأمر الرئيس بفتح مناقصة لشراء 6 طائرات لإطفاء من الحجم المتوسط، أمر مكرر منذ حادثة صيف 2021 من دون توضيح أسباب تأخر شرائها حتى الآن، فذاك سؤال لم يطرحه أحد على الرئيس. ما ينطق به في جنبات مجلس الوزراء يصدع به على صفحات الإعلام المحلي، وقد بات لا فرق فيه بين عمومي وخاص وفق مراقبين. تشيد الصحف بقرارات المجلس وكل تفصيل فيه من مطلع الأسبوع إلى نهايته، فتلك إشارة تلقي بها السلطة إلى غرف الأخبار فتنعكس على واجهات الصحف. في نظر المتابعين، ما يحدث من إعادة تدوير القرارات عبر مجلس الوزراء وإبرازها على أنها أم القرارات في البلاد ما هي إلا حملة انتخابية مبكرة للرئيس تبون. وينتقد آخرون ربما لا ضير في أن يطمح الرئيس الحالي لولاية ثانية، لكن قرارات المجلس وما يجري التوثيق له لا يخفف من هموم الجزائريين ولا يعكس عيشا يليق ببلد قارة كالذي يعيشون فيه. تصل الانتقادات إلى البحث عن عصب الحكم في البلاد، من يا ترى في حوزته الكلمة الفصل؟ والحرب على الفساد لا تبلغ بؤر الفساد، والقضاء مكبل بأسلاك الهواتف من مختلف الجهات، والدستور يؤصل للقوانين ولا تراها عين الواقع وفق مقدرين. ثم إنما يركز عليه الإعلام مع قرارات مجلس الوزراء خرجات رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، وهو يسوق لنظرية المؤامرة حيث محل، حتى وإن كانت شماعة استخدمها سابقا من يمثل ظل النظام، وهم يسكنون اليوم سجونه. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من الجزائر الدكتور حميد علوان، أستاذ التسيير المالي والخبير الاقتصادي، ومن مونريال من كندا سعد كرميش المختص في الوقاية من المخاطر. نبدأ من الجزائر دكتور حميد علوان. طبعا هناك أيضا قرارات في مجلس الوزراء تخص الاستثمار، محاربة الفساد، حماية الأراضي،
وغيرها. ما قراءتك لقرارات مجلس الوزراء وما بدا لملاحظين انه نوع احيانا في بعضها نوع من تكرار المكرر، يعني مثلا فيما يخص زيادة المعاشات؟ يعني دكتور علوان، هل أنت معنا؟ أهلا 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 بكم، تحية السلام لكم وللمشاهدين. لو تفضلت عودت السؤال فقط لأني ما كنت نسمع. طب قراءتك لما تمخض عنه اجتماع مجلس الوزراء أول أمس؟ هل تسمعني دكتور علوان؟ لا يبدو أن دكتور علوان يسمعني. يبدو أن هناك إشكال في الصوت، سيحاول ربما الزملاء إصلاحه. سعد كرميش، ما رأيك اجتماع مجلس الوزراء؟ طبعا هناك من له ملاحظات، في المقابل من هناك من رحب بقرارات اعتبرت مطلبا شعبيا. الموضوع مثلا العيد كانت العطلة يومين فقط، الآن مطالب شعبية تمت الاستجابة عليها لها بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، اجتماع مجلس الوزراء وتمديد العطلة إلى 3 أيام. مغاربية، تحية للمشاهدين الكرام، تحية لضيفك الكريم. فك الله أسر كل المساكين في سجون هذا النظام المتعفن. يعني عودة إلى سؤالكم، كما يعني كل اجتماعات هذه اللي تسمى اجتماعات مجلس الحكومة تعتبون هي تخرج ب يعني قرارات إنشائية، يعني كأنه تقرير إنشائي، سنفعل كذا، سنقوم بفعل كذا، سندرس كذا، سنحمي كذا، كله يعني جمل إنشائية ما عندها حتى معنى. لو نجي مثلا لقرار يعني القضية طائرات إطفاء الحرائق، يعني أنا أقول لك قبل ما الجزائر تحتاج إلى طائرات إطفاء حرائق، الجزائر تحتاج إلى طائرات إطفاء الأكاذيب تاع حكومة تبون وكل الذين معه. شفنا يعني العام اللي فات في الصيف وكانت الناس تحترق، كيف كان تبون يعبث ويزور معرض وكان يريد أن يعني يقدم طلبية لطائرة في المعرض، يعني وكأنه في سوق سيارات. الناس اللي الناس ربما مدام أشرت إلى هذا الموضوع وهذا الفيديو ربما نسمعه مدام، أو نجدد تذكر هذا التصريح. طبعا في المقابل أنت هذا رأى موقفك، هناك من دافع عنه تبون كان من منطلق الحرص حينها مع أزمة فعلا عدم توفر الجزائر على طائرات. نسمع هذا المشهد الذي كنت تشير إليه. أتمنى إذا كان ممكن ديروا لنا عرض على الطائرات لإطفاء النيران. فاير فايتنج. سي أون بو أفوار أون أوفر كونسيرنون، سي تري أورجون، مستعجل جدا. يكون عندنا عرض أون أوفر بور دي كانادير دي زافيو وريتان لي زانسوندي. Ah oui. Oui, ça c'est très important, bien sûr. Si vous avez des avions disponibles actuellement, on peut acheter tout de suite. Sinon, au moins, on peut louer. Nous faisons des avions qui sont habitués à l'éteindre le feu. Vous savez, vous êtes utilisé en Californie ou dans beaucoup d'endroits. Et en particulier, des avions qui sont utilisés dans la mer. Pas dans la mer. Pas dans la mer. هذا ما كنت تشير إليه سعد كرميش. هذا هو العبث بتاع تبون. أنا أقول لك الذي يستعد للحرائق يستعد مسبقا، يعني هذه ظاهرة الحرائق ليست ظاهرة قديمة. الآن يعني الصيف قد بدأ وهناك حتى أماكن الحرائق بدأت وهم يجتمعون عبثا ويقولوا بأنهم سيقدمون طلبيات لشراء طائرات إطفاء. أنت تذكر تبون لما خرج في خطاب والناس اللي قال لك يعني الجزائر يعني من بين أقوى الدول في البحر المتوسط، ويقولوا أنتم يعني راكم تقزموا في البلد وهو بلد قوي. يعني لو نجي في بخصوص الطائرات في حوض البحر المتوسط، نشوفوا الدول المحيطة بالجزائر، فرنسا عندها 32 طائرة،
إيطاليا عندها 19 طائرة، إسبانيا عندها 25 طائرة، المغرب الزوالي كما يقولوا بالدرجة عنده 6 طائرات، وهذا السنة قدم طلبية ب 6 طائرات تاع كندا إير وممكن راهي وصلاته. حتى فرنسا اللي عندها 32 طائرة قدمت طلبيات كندا إير ب 12 طائرة جديدة. ولو تهز مساحة كل هذه الدول تاع المتوسط اللي حكيت عليهم مساحتهم ما تبلغش مساحة الجزائر، يعني مفروض أن الجزائر أقل شيء بمساحتها يكون عندها 50 طائرة وليست 6 طائرات يعني وهمية. ولكن ليست المساحة الغبية في الجزائر أقل من إسبانيا ومن أو من فرنسا مثلا، الموضوعية يعني في الشمال فقط. معليش سي جمال، مليار دولار اللي وضروها عبث على ألهاب وعلى ألعاب وهران كانوا ممكن يقتنوا بها 50 طائرة حرائق. أنت تعرف الآن فيه مؤسسات تشتري طائرات حرائق وتكتريها في الصيف، يعني حتى وتكون ما عندكش مساحة غابية كبيرة وحتى ما تستعملهاش تقدر حتى تكريها وتجري منها أموال. لكن هؤلاء يعبثون، يعني خمس يعني مليار دولار اللي راحت في وهران كانت قادر تشري 50 طائرة إطفاء حرائق وحتى وما تستعملهاش تقدر تكريها كما كنت نقول لك. ثم أنا نقول لك شيء آخر، لنفرض أن الجزائر عندها أسطول من طائرات إطفاء الحرائق، لنفرض أنهم يقتنون أسطول كامل، يعني هل هؤلاء قادرون على تسيير طائرات الحرائق؟ هل هؤلاء قادرون على استغلال ما لديهم من إمكانيات؟ أنت تشوف، نعطيك مثل بسيط، كل المستشفيات في الجزائر فيها إيكوغرافي وفيها سكانير وفيها وسائل كلها معطلة، كلها معطلة. يعني هناك طائرة تم اقتناء طائرة من روسيا مؤخرا، وهناك تدريبات، بدأت التدريبات حول هذه الطائرة. ثم تبون في الاجتماع مجلس الوزراء أول أمس يأمر بشراء 6 طائرات في 2001، نسمع بالمناسبة ما كان يقوله تبون عن الحرائق وإسداء تعليمات للجيش ببدل اتصالات لشراء طائرات لإخماد الحرائق. من 9 أوت من بداية الحريق الأول أصدرت تعليمات للوزير الأول وحتى على مستوى الرئاسة أن نتصل بكل الدول الأوروبية الصديقة بأن نقتني من عندهم طائرات لإطفاء النار، لأن عارفين باللي التداريس ما تسمحش بإطفاء النار بوسائل تقليدية. مع الأسف ولا دولة استجابت لنا، لأن آنذاك كل الطائرات الأوروبية كانت ممركزة في اليونان وفي تركيا. بعد ما انتهوا من الحريق تاع اليونان الحمد لله اليوم لحقتنا طائرتين فرنسيتين، غدوة تكون طائرتين إسبانيتين، ومن على 3 أيام تكون طائرة سويسرية. نقدر نسيطر بهذه الكيفية، نقدر نسيطر على هذا، رغم أن الجيش الوطني الشعبي سخر ما يقارب 6 مروحيات لإطفاء نيران، وحنا نعرف الحجم تاع حمولات المروحية، ولكن هذاك الإمكانيات اللي كانت بين يدينا وكلها كانت في الميدان. سديت تعليمات للجيش الوطني الشعبي أنه يبدأ اتصالات عند شركات اللي تبيع طائرات إطفاء. دكتور عميد علوان، نرجو أنك تسمعني الآن. أنا في الاستماع. نعم، ما رأيك؟ كان هذا تبون في 2021 بالمناسبة، أنا قلت 2021، الآن في 2023 مجلس الوزراء يأمر تبون بفتح مناقصة لشراء 6 طائرات إطفاء من الحجم المتوسط. ما دلالات هذا يعني؟ المفروض هذه الطائرات تم شراؤها ليس كذلك قبل عامين، مع أنه طبعا تم اقتناء طائرة من روسيا والأخبار في الجزائر تقول بأنه بدأت التدريبات. لا يبدو أنه دكتور علوان يسمع. سي جمال، انقطاع في الصوت. تفضل دكتور. إذا سمح لي المشاهد الكريم وسمحت لي سي جمال وسمح لي ضيفك من كندا،
أولا يجب أننا نحط بعض الملاحظات. الدول لا تسير بالتعليمات، الدول تسير بمشاريع، ببرامج، بأن بروجي سوسيتي. لما تصبح أنت لكل ظاهرة لازم تحضر فيها مجلس الوزراء وتسدي تعليمات لهؤلاء الوزراء اللي ربما منهم ما يتحكموش في قطاعهم. والدليل على ذلك أن إلى غاية اليوم في ظرف 3 سنوات السي عبد المجيد تبون راهو غير أكثر من 7 حكومات، وعدد الوزراء اللي تغيروا كذلك عدد كبير في كل مرة. ولذلك أظن أن هذا التخبط هو طريقة ارتجالية فقط، وبالطرق الارتجالية لا يمكن في عالم حديث في دولة كالجزائر، دولة مساحتها تفوق فرنسا بحوالي 5 مرات. هنا نحطوا عدة أسئلة. هل إطفاء الحرائق هو في فصل الصيف؟ هو مشروع كبير، لأن دولة الجزائر بمساحتها طائرة واثنين وثلاثة وربعة وخمسة متكفيش. لذلك اقتنائها، ولما نقوم بإجداء بعض التعليمات أننا نفتح مناقصة، المناقصة هذه نفتحها في الطائرات، لازم يعرفوا هؤلاء الناس بأن الطائرات ماهيش حاضرة للبيع، راهي تصنع. وباش تصنع طائرة من صنف كندا يلزم على الأقل أكثر من 2 سنين. لذلك أظن بأن هذه الأحكام وهذه التعليمات الارتجالية سيأتي الصيف، وسنشهد ربما لا قدر الله بنفس المنطق اللي كنا نسير به أزمة مثل هكذا. ولذلك أظن أن الحلول أصبحت ربما الجزائري غير مقتنع بها. لذلك الجزائري اليوم وخاصة اللي ساكنين يعني على حافة هذه الغابات، والسؤال المطروح كذلك، هذه الغابات الجزائر ماذا تستفيد منها؟ هل فعلا عندنا برنامج لتسيير الغابات في الجزائر والاستفادة منها اقتصاديا؟ ما كانش هذا البرنامج. إذا لما ما يكونش برنامج اقتصادي للاستفادة من هذه الغابات، ما نظنش أننا نوصل أننا نلقاو الحل لما تكون ظواهر مفاجئة كالنيران، والكل يعلم بأن الأحراش كلات هذه الغابات. الميزانيات الموجهة لتطهير هذه الغابات الكل يعرف في قطاع الفلاحة والشراء في عهد البائد كما سماوه، واليوم ما عندناش يعني خطة واضحة أننا نسيروها بطريقة عقلانية وأن النتائج تكون إيجابية. أظن بأن لما تشوف في كل مرة وفي كل موسم هناك مجلس وزراء وكأن مجلس الوزراء يمتلك عصا موسى، هنا تفهم بأن القضية هي قضية للاستهلاك العام أو للاستهلاك الإعلامي أو هذه الاجتماعات. أنا حسب تقديري وحتى ما نشككش في نيات الناس لا في نية سي عبد المجيد تبون، لكن المشكل المطروح من جانب التسييرية لها مثل هكذا ظواهر، يجب أن يكون برنامج. هذا البرنامج مسطر، لديه إمكانيات مالية وبشرية، وتكون فيه استراتيجية واضحة. ولذلك أظن هذا هو التخبط اللي رايحات فيه الحكومة الجزائرية. ولما سي عبد المجيد تبون ربما تكون عنده النية الصادقة في أنه يدافع على مثل هذه الظواهر ويحل مثل هذه المشاكل بطريقة ارتجالية، أنه يريد شراء طائرات في معرض، هذا دليل آخر بأن الاستشارات في هذا الجانب هي ضعيفة جدا، والمعلومات هي قليلة جدا، وحتى استغلال هذه المعلومات على مستوى الرئاسة هو ضعيف جدا. ولذلك النتائج إلى غاية اليوم ما تحصلناش على طائرات. وأنا نقول لك من هذا المنبر، سيمر الصيف على الجزائر والطائرات يبقى نفس الشعار، ويبقى نفس مجلس وزراء راح يأتينا في سنة 2024 في صيف 2024، وسنسدي التعليمات اللي تبقى على مستوى مثل هكذا اجتماع. طيب، وفي رأيك للاستهلاك فقط، يعني ليس هناك يعني عدم اطلاع، يعني هؤلاء لا يحرجون من يعدون هذه القرارات تبون؟ هناك اطلاع على هذا الموضوع؟ يعني في 2021 قبل 2 سنين تبون كان يأمر الجيش
يعطي تعليمات للجيش بشراء طائرات، تم شراء طائرة واحدة، والآن قبل في قبل مع أنه الجو حار في الجزائر يتم طلب بأمر من تبون مناقصة لشراء 6 طائرات. ما دلالات هذا؟ أنت كنت تتحدث عن التخبط، الاستهلاك الدار الإعلامية، ماذا؟ شوف سي جمال، وإحنا خلاص تعودنا في الجزائر أن لما يكون مجلس الوزراء ويأتي ببيان مثل هكذا، لأنك كي تأخذ البيان في هذا الجانب تاع شراء الطائرات، هو يعرف، أنا أعلم بأن هناك خبراء عسكريين وكذا يعرفوا بأن لشراء الطائرات يجب تقدم طلبيات، وهناك بعض الدول اللي بجوارنا قدمت طلبيات للحصول على 4 أو 3 طائرات لمدة أكثر من 5 سنوات. ولذلك هذه الشركات اللي تصنع مثل هذه الطائرات ما رايش حاضرة أن هي في يعني صدد أنها تقدم للجزائر كل طلبياتها في أي وقت ممكن. لذلك أظن بأن هناك بروتوكول، هناك اتفاقيات قد تدوم إلى سنوات، وما هي المعايير، وهل تجد الممول، لأن مثل هكذا صناعة ما رأي الصناعة سهلة، هي جد معقدة، خاصة الطائرات الأخيرة جينيراسيون الأخراني، يعني هو يحتاج إلى وقت. ولذلك أظن لما تكون مثل هكذا قرارات ومثل هكذا التعليمات هو عبارة عن بيان إنشائي، النتائج تاعو ما راحش تكون في أرض الواقع. وكأننا، أنت قلت لي الاستهلاك العام، أنا قلت لك الاستهلاك الإعلامي، لأن وكأن الحكومة لما ما تكونش في أرض الواقع واجدة، لما تكونش في القطاعات، وخذ القطاعات الأخرى مثلا قطاع السيارات، تكلمنا على صناعة السيارات منذ 3 سنوات وحنا نتكلموا، تكلمنا على الإقلاع الاقتصادي، ونرى الإقلاع الاقتصادي هذا 2022، تكلمنا على مثلا تحسين بعض مستوى معيشة الأفراد، المستوى احنا نشوفوا فيه ينهار بأرقام معدلات النمو اللي كنا نتكلموا عليها، نتكلموا على 5 و6% معدل التضخم من نزلوها، ما قدرناش. إذا وكأن الواقع الاقتصادي ما يحتاج طيب سنحاول العودة إليك دكتور حميد، لا أبقى في مكاتب، وإنما يحتاج طاقم حكومي يشتغل ليل النهار 24 على 24. طيب سنحاول العودة إليك دكتور حميد علوان وإصلاح خلال سعد كرميش، ما تفسيرك في المقابل؟ كنا نسمع تبون في 2021 عن طلب أوامر للجيش بشراء طائرات، الآن في 2023 في اجتماع مجلس الوزراء يأمر بفتح مناقصة لشراء 6 طائرات، هل هو للاستهلاك الإعلامي، نسيان، أم أنه بحسابات البعض، بعض المراقبين ربما رأها بحسابات سياسية وإعطاء انطباع للاستهلاك الإعلامي أن هناك جهود وفي إطار ربما تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة والعهدة الثانية؟ أنا أعتقد التفسير بسيط جدا، هذا النظام فاسد ومفسد، وهذا النظام فاشل ومفشل، يعني يفشل الناس، هذا النظام غير قادر على تسيير البلد، هذا هو يعني التفسير الحقيقي. أنا نقول لك حتى كما كنت أقول لك، يعني ما كملتش الذكرى، حتى ويشريوا طائرات سوف لن يستطيعوا تسييرها. شوفوا أنا قلت لك مثلا سكانير ميكوغرافي في المستشفيات، تروح تلقاها متوقفين معطلين، ما مش قادرين يسيروا على الحوايج اللي شروهم. روح تشوف الأسطول البحري، البواخر كلها معطلة وهما يكريوا بواخر باش يجيبوا السلع. روح تشوف حتى المصانع الصغيرة اللي داروها لتحلية المياه والناس راهي تعيش الجفاف، نصها معطل. روح تشوف أسطول الطائرات الجوية الجزائرية، الوضعية الكارثية اللي راهي فيه، والنهب والسرقة، وانت تعرف قضية حتى محركات الطائرات اللي باعوهم ولحد الآن ما لقاهمش حتى لما باعوهم. روح تشوف حتى تبون يقول لك أنا سديد تعليمات للجيش، روح تشوف حتى الخردة تاع الجيش، هذه الطائرات اللي راهي كل يوم تتساقط، هذه المروحيات اللي شروها على بوتين. وبالإضافة إلى ذلك، وين التحقيق اللي عملوه عن الطائرة اللي سقطت وماتوا فيها 250 من 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 الجنود وغيرهم؟ لكن لا يحدث هذا في كل أنحاء العالم، يعني سقوط الطائرات، يعني وفي موضوع الصيانة، يعني هناك سجل للحكومة الجزائرية، للجزائريين عموما، يعني الأمر لا يتعلق بالنظام، بصيانة تجهيزات، يعني أليس
ربما كلاما مبالغ فيه سعد كرميش، يعني انه لا يستطيع صيانتها. الطائره الجديده يتم التدرب عليها ولا كفاءات في الجزائر؟ لا 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 ما نتكلمش عن كفاءات، الكفاءات كاينه وهي تهرب يعني للاسف الشديد، او تعزل او انها تهمش، هذا احنا ما نهضروش عن الكفاءات وهذا امر مفروغ منه. اما الاحداث تصرى في كل الدول والصيانه تصرى في كل الدول، ولذلك كاينه معاهد وكذا تكون الناس على الصيانه. انا نقول لك قضيه التسيير الناس كامل تشوف فيها، يعني ما تحتاجش الى دليل، انت ماهيش يعني تروح في 20 مستشفى تلقى مستشفى واحد السكانير معطل. هنا نقولوا مثل نفس الدول كلها، انت تروح حتى البواخر عادوا يحتجزوهم لهم في الموانئ الاجنبيه لعدم مطابقتها للمعايير الدوليه. يعني هذا ما هوش يعني نقائص كما في مثل الدول، بعض الدول التي تتطلب يعني تصليح، هذه يعني تسيير كارثي لموارد الدوله. ولذلك احنا شفنا يعني حتى العبث بالاموال، شفنا يفرقوا في الاموال يمينا وشمالا. هذه يعني انت هذا النظام اللي تبون ثلث سنوات ما خلصش الكاي تشارج تاع باش يستورد سياره، ولحد الان الناس مازال حايره في الاجراءات كيفاش تستورد سياره. هذا قادر يستورد طائرات اطفاء ويعمل لهم برنامج وتدريب وتسيير. لم يتم استيراد طائره، شراء طائره من روسيا وطائرات اخرى. الامر هناك طائرات عسكريه، هناك طائرات مدنيه، وبالعكس سجل الجزائر في هذا المجال جيد جدا يعني بمقاييس عالميه. لا 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 ليس جيد جدا. كل 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 الاستاتيستيك يقولوا ان مثل هذه الاحداث في 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 في, في, في الجزائر يعني اكثر منها بكثير في 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 دول اخرى في الولايات المتحده، وتسقط طائرات يعني طائرات تصنعها الولايات المتحده في كثير من الدول المتقدمه مثلا. نعم نعم انا قلت لك تحدث في كل مكان، لكن هؤلاء عندهم دولة، عندهم يعملوا تحقيقات يعملوا إصلاحات، لكن إحنا كلش متعطل يعني كلش عاطل. أنت طائرة واحدة جابوها العام اللي فات وقالوا راهي معطلة أون بان كما يقولوا هما، يعني كل شيء معطل في البلد يعني. والمسألة أنه يحكيوا أنه تبون تطوع عليهم وزاد لهم يوم عطلة أو يومين. طيب دعنا نسمع، انضم إلينا في النقاش عز الدين تومي ناشط سياسي، ولكن دعنا نسمع رواية التلفزيون الجزائري في المقابل وتقرير التلفزيون الجزائري عن ما تمخض عنه اجتماع مجلس الوزراء. نتابع تقرير التلفزيون الجزائري ثم نشرك معنا عز الدين تومي في النقاش. بداية ترأس السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء. الاجتماع تناول مشاريع قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي للاستثمار، وتنظيم مهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى عرض يخص التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق في فصل الصيف، وآخر تعلق بالحماية الاجتماعية لمهني الصيد البحري. عز الدين تومي، ما رأيك في قرارات مجلس الوزراء وما قرأها البعض أنها برائحة بحسابات سياسية العهدة الثانية والرئاسية المقبلة، حتى وإن كان بتكرار مكرر كما علق البعض، يعني قصة زيادة المعاشات المتقاعدين يعني معروفة، وأيضا قرارات أخرى محاربة الفساد ومحاربة التزوير في شهادات الوثائق الرسمية الإقامة مثلا، وأيضا قصة تمديد العطلة عطلة العيد عيد الأضحى والفطر إلى 3 أيام. ما رأيك؟ أمنها بالعكس استجابة في المقابل لمطالب شعبية. أولا تحياتي لك أخي جمال، أحيي كل المشاهدين وأحيي الأساتذة الموجودين وأشكركم على الدعوة. يعني حتى وإن أراد النظام أن يسوق لعهدة ثانية لرئيس الدولة تبون،
ماذا يمكن تقديمهم يعني على المجال الحقيقي في الحالة الاجتماعية، في الاقتصاد، في الفلاحة، في يعني في كل ميادين، في السياسة، ماذا أنجزوا لكي يقدمونه للجزائريين على أساسه يستطيعون أن يتحدثون على تمديد يعني حكم لتبون؟ يعني اليوم هذه النقاط التي يتم تداولها في مجلس الوزراء وحتى يعني تحركات الولاة والمسؤولين وما تقدمه وسائل الإعلام العمومية إلى غير ذلك، فكل هذا يعني عبارة عن محاولة صنع بعض الصور للتستر على الفشل على كل الأصعدة. اليوم كان على الأجدر يعني على الحكومة أن تناقش مواضيع أكثر أهمية وبأكثر جدية على غرار ملف الفلاح. نقص في الأمطار، يعني كل هذا يعني المجال الفلاحي في الجزائر في وضع كارثي. يعني لست أنا الذي أقول لوحدي، يعني حتى أنك لما تتجول تشوف يعني الحقول والجفاف، يعني ونرى حتى منذ 10 أيام أو 15 يوم أن الوزير يتحدث عن يعني كيف تطري إلى غير ذلك. كل كما قال الأستاذ يعني علوان، يجب أن يكون هناك مخطط، يجب أن تكون رؤية، يجب أن تكون خارطة طريق. اليوم يعني السؤال الذي أطرحه على نفسي وأطرحه على الناس، يعني لو نأخذ ثلاث سنوات أو أربع سنوات هذه الأخيرة وعلى الأقل السنتين الأخيرتين، يعني لو ننزع مداخل البترول والغاز والتي تعل يعني مداخلتي ارتفعت بارتفاع الأسعار نظرا لمشاكل استراتيجية في العالم على إثر يعني زادت أسعار، لو ننزع هذه ما هي الحالة المالية للجزائر اليوم؟ يعني هذا هو يعني هذا نتيجة هذا التسيير. والشيء الخطير أكثر من هذا هو الضبابية في التسيير. الضبابية في التسيير هو الذي أدى إلى هذه النتائج، والنظام أظن أنه وضع الرهان على دخول الجزائر إلى البريكس، وهذا الجزائر يعني فالرغبة تاعها للدخول إلى البريكس هو للتستر على الفشل في الاقتصاد، لأن بالمقابل يقولون نحن دخلنا إلى البريكس، إذن نحن في اقتصاديا على مستوى جنوب إفريقيا والبرازيل والهند ونحن مع الكبار. ولكن حتى يعني هذا الدخول إلى البريكس بقول رئيس الدولة في آخر تدخله أن ربما في الأونة الأولى يعني ستكون فقط عضو ملاحظ، يعني حتى العضوية الكاملة ربما ما زال يعني ما فاليوم الخارطة الطريقة التي وضعها النظام تصدمت مع انسداد سياسي. فكل جهود يبذلها النظام من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية، لا للأزمة السياسية للجزائر ولكن الأزمة السياسية المتعلقة بالنظام نفسه، فأما في كل المجالات فقد المصداقية وفقد يعني أصبح الناس لا تثق في خطابات وفي الوعود المسؤولين. ف يعني لو كوتيديان دي زالجيريان، معيشة اليومية والمشاكل اليومية للجزائريين، هذا هو الجواب ل يعني كل. ولكن كثير من الجزائريين فرحوا بعض التعليقات حي التبون لأنه قرر تمديد العطلة، عطلة العيد، من يومين إلى ثلاثة أيام مثلا، استجاب لمطلب شعبي. في المقابل حديث عن زيادات في المعاشات بكل جدل مثار حولها، حتى وأنه تكرار المكرر، ومن يتحدث خلوه يخدم تبون. أولا عندما تحدث عن المعاشات، يعني أنا تأسف كثير، يعني عندما تقرأ التلفزيون العمومي في رئيس الوزراء، يعني تلم فيه الوزراء ورئيس الدولة وكل شيء وبروتوكول إلى غير ذلك، من معاشات التقاعد ب20,000 دينار، يعني شيء مؤسف. والزيادة ويقولون أن الزيادة 5%، أتعرف كيف ما تعني 5% من 20,000 دينار في الشهر؟ يعني 1,000 دينار زيادة في المعاش، يعني
يعني هذا إهانة لمتقاعد ربما كان يشتغل في أعمال شاقة أكثر من 30 سنة من حياته. فألف دينار يعني في الشهر مع التضخم مع البصل وصل إلى 450 دينار، يعني زيادة قيس يعني يعادل كيلوغرامين من البصل يعني. فهذا يعني حتى كل ما نتأمل يعني نتأسف. ويتحدثون عن معاشات بطلب 15,000 دينار، ويتحدثون عن معاشات ذوي الاحتياجات الخاصة ربما 7,000 ربما 10,000 دينار. يعني هذه المعاشات معاشات لا تضمن العيش الكريم، لا تضمن الأشياء يعني الأساسية القوت اليومي. هذا ما يريد النظام أن يفعله بالجزائريين، يريد أن يجعل من الجزائري إنسان بذيء، يعني يجب أن يعني يفرح بالماء والخبز والحليب فقط. يعني الفشل حتى يعني حتى قضية اللحوم وقضية السيارات، اليوم قضية الطائرة لإخماد النيران. فالنظام يريد أن يفرض، وهذه حقيقة أخي جمال يعني يجب أن ننتبه إليها، النظام يسخر خاصة شبكة التواصل الاجتماعي وبقوة، يعني عنده سياسة وفلسفة جديدة أنه يملأ المساحات ولو بالأكاذيب وبالمناورة إلى غير ذلك، فيفرض بعض النقاشات في بعض الأحيان تافهة. يعني نجد الناس يعني الشارع يتحدث أسبوع 15 يوم 20 يوم وكل هذه النقاشات لكي طيب. تبعد الشعب الجزائري من النقاشات الحقيقية. طيب. لكن تبون في المقابل يتحدث أن الجزائري في حواره مع الجزيرة نسمع ما يقوله، الجزائري لا ينظر إلى محيطه إنما إلى نمط المعيشي في أوروبا. خنت الرئيس رغم رفع مستوى الأجور، رغم دفع بدل للعاطلين عن العمل وتوفير التأمين الاجتماعي أو الصحي لهم، هناك دائما شكاوى من غلاء الأسعار. كيف تفسر هذه الظاهرة؟ نفسر أولا الرغبة في عيشة أفضل يعني ومنيحة للجزائر، لأن الإنسان يكون طموح يمشي بعيد، بينما في دول أخرى يعني الناس تقتنع بالقليل عايش. اليوم الجزائري ما ينظرش للمحيط نتاعو، توجه لأوروبا ونمط المعيشة نتاع أوروبا. وعندنا مؤشرات حتى بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية نحاول نوصل إلى نفس المؤشرات مثل أوروبا. دكتور حميد علوي المارك، طبعا كلام تبوني انه طموح الجزائري وينظر الى النمط المعيشي في اوروبا طبعا، ويتم الاحتفاء بزيادات يعني في موضوع المعروفه زيادات كل سنه لموضوع المعاشات، في المقابل الذي يقرا او يعرف الجزائري الذي يعرف انه المعاشات مثلا المصدر الذي يتحدث انه 5% زياده بالنسبه لفئات المنحه، والمعاش الذي يقل او يساوي 20,000 دينار جزائري، يعني 20,000 نتحدث على أقل من 100 أورو، يعني 80 أورو، يعني بسعر السوق الحقيقي بسعر السكوار مثلا، أو منحة مثلا زيادة 400 أو يقل زيادة ب400 المعاشات التي تفوق 20,000 دينار جزائري أو يقل أو يساوي 50%، 50,000%، يعني 5 ملايين يتحدث على 200 أورو، والتي تفوق 3% بالنسبة التي زيادة التي يفوق معاشها الفئة التي يفوق معاشها 50,000 دينار أي 5 ملايين، يعني نتحدث عن 80 أورو، وعن فيما أقصى هذا الذي يأخذ 5 ملايين معناها من الفئة المحظوظة جدا تقاعد، طبعا دعنا من تقاعد المسؤولين وصندوقهم الخاص، 200 أورو نتحدث، بينما تبون يتحدث عن نمط معيشي على الطريقة الأوروبية. شوف سي جمال، أولا لما نقول عن الطريقة لازم هذه الأرقام تحول إلى واقع. خليني نختصر لك فقط ونطرح أسئلة. لو كان جيت أنا في مكان سي تبون في هذا مجلس الوزراء الأخير أطرح سؤال على الوزير الأول، وربما حتى بعد انتهاء المجلس نقيله من الحكومة. يعني نجيب لي مشروع مثلا
وتقول لي المعاشات اللي ما تتعداش 20,000 دينار راح نزيد لهم 5%. يلا نحسبوها 5% هي ما تساويش 100 دينار. اذا لما تزيد 100 دينار وتكومباريه بارابور الطو تاع الانفلاسيون وين وصل في الجزائر وفي كل الدول على كل حال، هذه ماشي لا تسمى زياده، هذه تسمى محاوله الوصول الى ما أكله التضخم من القيمة النقدية في الجزائر وقيمة الدينار في الجزائر، وما رأيش حقيقية، راه يعني نسبة قليلة فقط. حتى هذه الزيادة لا تعبر على شيء. لما تقول لي مثلا نزيد 3% اللي عنده أكثر من 20,000 دينار إلى غاية 50,000 دينار، 4%. 4% أنا نقولها بلغة ربما بسيطة جدا، هي السعر تاع نص دجاجة، يعني نص دجاجة غير طازجة اللي راح تزيدها له في الشهر. هل هذا ممكن نتكلموا عليه في مجلس وزراء؟ هل هذا فعلا يصون كرامة الجزائري ويعتبر بالنسبة للجزائري قبل عقله؟ هل هو غباء للمجتمع الجزائري؟ والغباء الأكثر هو أنك أنا في علم الاقتصاد نعرف بأن في زيادة الأجور في شبكة الأجور، أولا لازم نقارن شبكة الأجور بين الموظفين في الجزائر. أيعقل برلماني أو وزير يخلص 50 أو 60 مليون بالنسبة للوزير، وبالنسبة للبرلماني ربما أكثر من 30 مليون، وبعدين الموظف تتكلم لي على 20 دينار، الفرق أكثر من 30 مرة؟ هل هذا مقبول؟ لذلك هناك نجيبوا هذه المشاريع تاع 3% وفرحانين بهم، لأن 3% كما حسبتها لك هي تساوي 500 دينار في بعض الحالات، يعني تزيد له 500 دينار للمتقاعد اللي هو ربما أنت تعلم وأنا نعلم من الناحية الصحية الموظف لما يؤدي خدمة أكثر من 30 سنة ويخرج على التقاعد كل الأمراض راح تحكمه، من السكر لطنسيون مانيش عارف أنايا كل الأمراض، معناتها هذا السالير هذا ما يكفيش حتى باش يشري دواء. طيب ولكن ليس هناك طبعا، هناك في الجزائر بالعكس انه افضل منظومه صحيه، وهناك تغطيه اجتماعيه وتكفل بكارت الشفاء وتكفل بالادويه وغيرها في المقابل. شوف يا سي جمال، انا اقتنعت بشيء واحد، جوتير شابو للشعب الجزائري صبار، راهو يعاني في صمت، ما مقدرش يتكلم هذا المجتمع، مغبون كثير ولكن مآمن بهذا الأرض، مآمن بأن هناك فرج سيأتي يوما تفرج على الشعب الجزائري، لكن مش بهذه الشعبوية، مش بهذه المنطقة 3% من 20 دينار اللي تساوي 500 دينار بار موا، ومش 5% اللي تزيدها أو 3% اللي تزيدها اللي أكثر من 50,000 دينار المعاشات. اللي عنده معاش أكثر من 50 راه محظوظ على حسابك، لكن ما هوش محظوظ، لأن هذه 50,000 دينار تلقى ربما عائلة عندهم بنات بلا خدمة وفي وقت الزواج وين راح. أنا والله غير نطرح عدة أسئلة وما نلقالهاش إجابة. لذلك شحال من مرة قلت لكم في بلاطوكم وفي كل البلاطوات، حتى في بلاطوات القناة الوطنية لما كنا نقدر نمروا، كنت نقول يا ريت ما قريتش علم الاقتصاد، لو كان غير ما قريتش علم الاقتصاد وبقيت أمي حتى ما نعرفش وما نفهمش وما نقدرش نحلل. لذلك أظن أن مثل هكذا قرارات ومثل هكذا شعبوية ومثل هكذا تسير لدولة مثل الجزائر أنا متأسف كثير. لذلك هذه المخرجات لما تقراها وتشوفها وتحللها وتسيد تقنع بها عقلك ما يقتنع بها إلا المجنون، لأن قرارات شعبوية لا أكثر ولا أقل. طيب وين راه مثلا، نعطيك مثال، قرارات وزير التجارة الأسبق أو الحالي قال في رمضان أن المجتمع الجزائري على الأقل يأكل ب 1200 دينار اللحم، وراه تاع 1200 دينار هذا، وراه من العجول اللي دخلوه، وين راه السيارات اللي تكلموا عليها، وراه الموان تروازون اللي تكلموا عليها. سي جمال لازم يراجعوا عقولهم اولا قبل ما يحاولوا يقنعوا الشعب الجزائري. هل هما مقتنعين بهذا الكلام؟ انا نقول لك هما مقتنعين،
لان عندهم افضليات وعندهم منح ليزورد ميسيون وعندهم كل شيء باطل وعندهم الفيكيل باطل وعندهم الساكن باطل وزيد وقس على ذلك. ربما سي عبد المجيد تبون يقول بان الجزائريين يتمناوا انهم يطمحوا يكونوا عايشين كالاوروبيين. انا نقول له باللي فعلا الجزائريين حاولوا يعيشوا كالاوروبيين وعلى ذلك الارقام تتكلم. أكثر من 8 ملايين جزائري موجود في ديار المهجر لأنهم فعلا حلموا ولكن لما ما لقوش الواقع في الجزائر هاجروا إلى هذه الدول. والآن ربما هما اللي راهم يعاونوا العائلات الجزائرية، هما اللي راهم يبنيوا العائلة تواحهم، هما اللي راهم يدخلوا العملة الصعبة باش يقدروا يبيعوها في سوق السكوار اللي أصبح رسمي لأنه منفذ للجزائريين. ألم يقول سي عبد المجيد تبون في خطاباته الأولى وفي حملته الانتخابية ألم يقول بأن الصنقور اللي يخرج بها الجزائري عيب وعار؟ بعد 3 سنوات هذه الصنقور أصبحت قيمتها أقل من 60 أورو لأن كل الأسعار زادت في العالم، سواء لزوتال سواء لبي سواء كل شيء زاد. لذلك أظن بأن الواقع الاقتصادي في الجزائر في واد ومجلس الوزراء في واد آخر يا سي جمال. يبقى معنا سي دكتور حميد، يبقى معنا فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة نقرأ فيها قرارات مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون أول أمس وحسابات العهدة الثانية والانتخابات الرئاسية المقبلة كما بدا لمراقبين. من قرارات مجلس الوزراء مثل ما كنا نناقش أمر تبون بفتح مناقصة لشراء 6 طائرات لإخماد الحرائق، ومن أيضا القرارات أمر تبون بإطلاق مناقصة لفائدة مؤسسات الناشئة من أجل عصرنة وسائل وتجهيزات مراقبة الغطاء الغابي عن طريق طائرات المسيرة الدرون والتنسيق مع قيادة أركان الجيش لتسهيل هذه العمليات. قبل أن نسمع منك سعد كرميش نسمع تبون وحديثه عن الشباب وعن وزارة تخصيص حتى وزارة للمؤسسات الناشئة قديمة أو ببعض الوجوه القديمة؟ بعض الوجوه القديمة لا ماهيش ملوثة. عمر شهادة الميلاد ولا حب الشباب ولا ما كان مقياس باش دير مسؤول ولا ما ديرش مسؤول. الشباب رانا نشوف في أوروبا، يعني شوفي السينا تاع فرنسا ولا شوفي بايدن، شوفي الآخر، شوفي هذه. نعم. يعني هذه كلها شعارات تطلق لخلق شكوك والكراهية عند الشباب تاعنا. الشباب تاعنا اليوم راه جاوبهم. الشباب خلاص سد ودنيه، ما بقاش يسمع لأي واحد ينتقد له بلاده. عارفوا قبل اللعبة. نعم. عارفين باللي البلد اللي متحامين فيه كل ويتمنى له ما قدروش. هذا كما قال لك واحد اللي يكرهك وما يقدر لكش يتمنى يشوف عليك من نمشي بالأقل. هذا هو رانا فيها مثل شعبي جميل. لكن سعد كرميش ما رأيك تبون طبعا يتحدث عن الشباب طبعا أوامر مجلس وقرارات مجلس الوزراء تبون يأمر ب يعني مؤسسات الناشئة الشباب هم الذين يتكفلون بطائرات الدرون لحماية الغطاء الغابي بالتنسيق مع قيادة أركان الجيش يعني لتسهيل هذه المهمات. طبعا أنت شخصيا كنت دائما الحديث عن تدخل العسكر، ليس هذا تشجيع
المبادرات المدنية وللشباب وللمؤسسات الناشئة؟ شوف تبون قال حاجة مليحة وتدل على واش راح يكون في راسه، قال لك يعني يحاولوا يدخلوا الشكوك للشباب باش يكره المسؤولين، هو يعرف جيدا أن الشباب يكرهوه ويكرهوا أمثاله الفاسدين المفسدين الذين أتوا على الأخضر واليابس في هذه البلاد. هو يتكلم باسم الشباب يقول لك الشباب راه واعي وفاهم، نعم الشعب راه فاهي وواعي وعرف المشروع الإجرامي نتاعكم، ولذلك هو كل يوم هارب منكم وفار منكم يعني. والأدلة الناس كل تشوفها الشباب حاكم البوطيات وحارب. تبون يقول العكس، يقول كثير من الشباب صوت عليه وأنه هناك جزائر جديدة وأنه مبادرات هذا المشروع مثلا إعطاء الفرصة للشباب بالتكنولوجيا وطائرات الدرون بالتنسيق مع قيادة الجيش. شوف ما تبون يحكي على الشباب، هو أولا قال أنا كي نولي رئيس نبعث الشباب لأوروبا باش يشوفوا الميزيرية ويعودوا ما يهاجروش، والآن يقول الشباب حاب يعيش كما يطلع المعيشة كما الأوروبيين. إذن تبون يعني جيب لي واحد يقدر يحل الخطاب تبون إذا جاز أن سميناه يعني خطاب. ثم هذا الستارت اب أنا اللي نسمعهم يحكيوا عليها في الجزائر يعني جريمة في حق التعريف تاع ستارت اب، يعني حتى التعريف تاع ستارت اب واش يحكيو هما، يعني تعريف تاع ستارت اب في واد واش يحكيو هما على ستارت اب في واد، يعني يلفو توجور لا ريكيبيراسيون، يعني يسمعوا كلمه يتحدث عليها العالم يجيبوها، يجي تطبيق في تطبيق على الانترنت ولا يسميوه رقمنه بينما الرقمنه شيء اخر. يحكي على ستارت اب، ستارت اب عندها تعريف يعني واحد يجيب شيء جديد يدخل يعني حل لمشكل قائم لمؤسسه قائمه، وستارت اب هذه ما تنجح الا في ظل وجود مؤسسات كبيره عندها مشاكل، والستارت اب هذه تخلق باش تحل مشاكل موجوده او تسهل الامور. اذا الاقتصاد الجزائري والوضع اللي راه فيه الجزائر يعني بعيد جدا على هذه التعريفات، يعني اذا هو يهرف بما لا يعرف، تبون يهرف بما لا يعرف. ثم انه ستارت اب هذو هما يعني مؤسسات يعني ذات مخاطره، يعني في البدايه يكون عنده مخاطره، ولذلك يعني نشوفوا احنا البنوك كثير يعني ما يمولوهمش، وشفنا واش صرا في بنك سيليكون فالي يحتاجوا تمويلات من عند الدوله لان نتائج بحوثهم ونتائج تطلعاتهم ماهيش مضمونه واش رايحين يعملوا. ولذلك انت في امور استراتيجيه مثل العسكر او مثل اطفاء الحرائق أو هذه الأمور الرئيسية أنت لا تعتمد على ستارت اب، أنت تعتمد على استراتيجية واضحة، بنية تحتية موجودة، يعني بروتوكولات يعني مثلا. طيب ولكن قد يأتي الرد عليك سعد كرميش، قد تقول هذه السلطة مهما فعلنا يعني تنتقدون، تتحدثون عن عسكرة الدولة لما يتم إعطاء فرصة لشباب ومؤسسات ناشئة لاستعمال طائرات الدرون لحماية الغطاء الغابي في الجزائر مع الحرائق بالتنسيق مع قيادة أركان الجيش، ويحدث هذا في كل أنحاء العالم، تنتقدون يعني. يا سي جمال يا ريت يعملوا هذا الجيش، يا ريت هذا هم خذوا 20 مليار دولار علاش ما شروش طائرات؟ هل واحد قال لهم يعني منحهم أنهم يشريوا طائرات إطفاء حريق؟ يا ريت هذا الجيش يطفي الحرائق. ما شفناش العام اللي فات بعثوا الجنود بالبلاط، كم جندي يعني مات وهم بعثوا الناس يعني هل هذا الجيش الجنرالات اللي يديوا 20 مليار دولار وفي الصيف يخرجوا الجنود يطفئوا النار بالبلاط، وفي الشتاء لما تجي ثلوج يقول لك الجيش راح يفك العزله على الناس ينعتوا الجنود بالبلاط، والله فيهم حتى لابس قفازات في يديه في درجات حراره اقل من الصفر، وينو هذا العسكر؟ وينو؟ ها يا ريت راهم ياخذوا الفلوس ويعملوها يعني. طيب هناك العسكر، هناك رئيس يقول بانه قائد اعلى القوات المسلحه، يقول نسمع تبون انه 82% من مشاكل مناطق الظل تحلت مثلا. ان ما تبقى
وهو 18% بالتقريب على حسب الإحصائيات اللي عندي. 82% من المشاكل اللي كانت مطروحة آنذاك في مناطق الضل تحلت، وتحلت بملايير الدينارات، وما هيش خسارة في المواطن، ما هيش خسارة المنصرف على المواطن، لأن مثل ما قلت هو الأساس نتاع هذه الجمهورية هذه. سيتوايان سي الألفا اي لوميغا دو سو بيي، من غيره ما كانش. اليوم الشيء اللي درناه في الجزائر هذا اللي راح حامي الجزائر من المصايب تاعها. احموا انفسكم بالفقراء نتاعكم، وهادو كانوا معزولين باقي نزوق في المدن ونزوق في كذا، وما يقارب 8 ملايين جزائري عايشين تقريبا متاخرين على 20 سنه على باقي الركب. ماهيش امور عاطفيه، احنا دوله تاع مساواه ودوله شعبيه قبل كل شيء، وهذا هو عنوان جمهوريتنا، جمهوريه شعبيه ديمقراطيه، والديمقراطيه تقتضي انك تتكفل بالناس كل. اذا نتمنى ان شاء الله باش خلال من نهايه السنه وبدايه السنه المقبله ما نزيدش نتكلم على مناطق الضل ابدا. عزيزي تومي، ما رايك تبون طبعا بين هذا الخطاب الذي يقول المواطن هو الفا الجزائر وكل هذه القرارات في صالح هذا المواطن، واحتحموا انفسكم بالفقراء، قرارات في صالح هذا المواطن، لماذا ينظر لها بانها ونقاشنا اجتماع مجلس الوزراء الاخير وكل ما يتم تسويقه اعلاميا انه في الحقيقه بحسابات سياسيه، بينما تبون يصر انه بالعكس هذا حمايه للمواطن، وربما كانه احال ليس بحسابات سياسيه، وانه حتى في العهده الثانيه تبون قال مازال الوقت. يعني لماذا ينظر لكل ما يقوم به تبون او ما يبرز اعلاميا في ادرع السلطه هو تسويق لعهده ثانيه مع اقتراب الانتخابات الرئاسي؟ عز الدين تومي، هل انت معنا؟ عز الدين تومي، هل انت معنا؟ انا معكم. انقطع الخط ولكن سمعت جزء من السؤال. وكأن النظام وضع في أولويته المواطن الجزائري بإعطاء حقوقه وكرامته، ويا أخي لو نأخذ يعني مسألة بمسألة، وهو تحدث على إعادة بعض المسؤولين القدم إلى غير ذلك، حتى أعطى يعني مثال بالولايات المتحدة الأمريكية وبرئيس بايدن. ونحن نقول ان اكيد ان يعني لا يجب انتقاد الجزائر كبلد، كتاريخ، كشهداء، الى غير ذلك، ولكن انتقاد المنظومه الحاكمه هذا من حق كل مواطن جزائري، وهذا يعني مكفول في الدستور. وعند بايدن لا يسجن الصحفيون ولا تحل الاحزاب والجمعيات ومضمونة إلى وكرامة مضمونة إلى غير ذلك، فلا يجب أن يذهب في 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 في, في يعني خطاباته إلى يعني نقاط بعيدة وبعيدة جدا. فاليوم أريد أن أعود إلى الضبابية في التسيير. ما كان ينتظره النظام هو أن مقربة 2024 ربما يعني أغلبية النظام يريد أن يعطي حصيلة إيجابية ربما لكي يقول لنا أن يجب أن تكون استمرارية النظام غير ذلك، وهناك ربما أجنحة في في في, في النظام لا تريد ذلك، ترى شيئا آخر ربما، فهذا يعني هذا موضوع آخر. ولكن العبث والارتجالية والشعبوية والتلاعب في تسيير البلاد أدت إلى نتائج عكسية، يعني نتائج سلبية حتى فيما يخص طائرات الإخماد. يعني عندما أمين يعني سنتين أخي جمال
والناس يقولون والدبلوماسية والعمامرة وحنا والقوة إلى غيره. لم تجد بلدا في العالم يبيع لك طائرة لإخراج النيران. يعني هذا يعني هذا هذا في حد ذاته فشل على الساحة الدولية، وهذا يقلل من قيمتك كدولة كوجود. يعني وأنا قلت وسبق وقلت أن اليوم تحديات العالم اليوم هو عالم يعني صعب جدا، يعني على الصعيد الذكاء، على الصعيد التكنولوجيا، على الصعيد السياسي الدبلوماسي، يجب أن تكون هناك حنكة وشجاعة، وليس بالشعبوية والارتجال والأكاذيب. على من تكذب يا أخي؟ أكيد هناك بعض المسائل نريد يراد منها تضليل قوى أجنبية تريد السوء للجزائر، أنا متفق معه، ولكن لا تكذب على الشعب الجزائري، لا تكذب على الرأي العام. نحن نستطيع اقتناء طائرات، الناس أن اقتناء طائرات يتطلب وقت وزنامة، طلب كذا وكذا وكذا. اليوم يعني أنا حبيت أشير إلى نقطة أخي جمال، ما حد في نقلة مثلا أن الجزائر تستورد بملايير دولار غبرة الحليب التي شق أنفس يجدها المواطن لكي يقتنيها لأولاده، ورأينا الفلاحين يعني الممولين الذين يعني يجمعون الحليب في ولاية النيل يفرغون الحليب إلى يعني في القلاع. يعني وشفت يعني اتصدمت كيف. وفي أحد المطاف يعني عندما صارت ضجة ضحى بمدير الفلاحة، وفي المقابل هذا كل مجال الفلاحي، هذه الوزارة فشلت. يعني حتى في إعطاء الأرقام المسؤولين أن يعطون الأرقام، يعني يكون لديهم الشجاعة يعطيوا الأرقام لإنتاج الفلاحي للحبوب لهذه السنة بمقارنة بانطلاقا مما صرح به رئيس الدولة أنه في 2025 ستكون هناك يعني اكتفاء ذاتي في الحبوب الذي يساوي حوالي 9 مليون طن من الحبوب. يعني هذا هو يعني فشل وزارة الفلاحة وما حدث في ميلا. ويضحون، لماذا لم يضحوا بالوالي؟ لماذا لا يضحوا بالوزير؟ لأن هؤلاء يحتاجونهم في الانتخابات، في السياسة، في مناورات، في والعمل على تطليس الحقائق في الولايات إلى غير ذلك. حتى ما يخص الصادرات والإيرادات، يعني حتى في مارس وأبريل للجمارك لم تعطي الأرقام كم يعني صدرت الجزائر وكم ورد. يعني هذا النظام يتلاعب، عندما تكون الأرقام يريد أن يتباهى بها يستعملها، عندما تكون الأرقام مرة في الحقيقة لا يقول. ونحن لا نستطيع أن نبني دولة قوية بالأكاذيب والشعارات ويعني وتطليس الحقيقة. يجب قول الحقيقة هكذا، هذا هو بدء في يعني، وهذا جزء من الحل. يعني لو اليوم واحد يسأل يعني السؤال كيف إذن، يجب في عجالة أن ترجع الثقة إذا أردنا أن نفعل أي شيء. طيب، ولكن في موضوع ميلا الآن في خبر يقول أنه بسبب رفض استلام الحليب بإنهاء مدير المصالح الفلاحية بميلا، تكون تشير على عدم اتخاذ القرارات. هذه الشروق، صحيفة الشروق تنقل الخبر الآن. إيه هذا ما قلت، يعني قلت أنه ضحوا بمدير الفلاحة للولاية، والوزارة فشلت في هذا القطاع. يعني وزارة الفلاحة فشلت في تسيير غبرة الحليب، فشلت في تسيير الفلاحة. الفلاحين اليوم بالجفاف يعانون، يعني كارثة، وضع كارثي يعني. ولأن هناك ضجة إعلامية وفيسبوكية ضحوا كأن يعني المشكل في 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 هذا المسؤول فقط، في مدير فلاحة ولاية. المشكل هي مشكل في السياسة عامة، في تسيير البلاد. ولهذا ظننا لا يجد يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، لن يجد أي حصيلة إيجابية يقدمها للجزائريين. اليوم مطلوب من 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 المسؤولين، مطلوب من النظام أنه يعطي الحصيلة التي كان ينتظرها الجزائريون، وهي خلق الثروة وخلق الشغل. أنت الشاب تعطي له 15,000 دينار تهينه، يعني الشاب يجب أن يعمل، أعطي له الشغل، ما تصدقش عليه، أعطي له الشغل يشتغل.
ويعني الصناعات والاستثمار الأجنبي أين وصل، وصناعة السيارات أين وصلت، وتربية المواشي أين وصلت. نحن على مقربة عيد، وسترى ماذا سيحدث يعني في باقتراب العيد. والجزائري الذي من اليوم ربما يتساءل كيف ستكون هذه العيد عليه، كيف تجوز، وهل يستطيع أن يشري الأولاد. هناك مشكلة، ربما نطرح هذا مع الأستاذ حميد علوان. دكتور حميد اسمح لي برك، ما جدوى إعطائه يوم عطلة ثالث، يعني ما جدوى يوم العطلة، وفي نفس الوقت لا يجد حتى يعني كيف سيصرف على عائلته في هذا في هذه المناسبة. طيب دكتور حميد علوان، هناك طبعا في الاجتماع مجلس الوزراء وشراء لموضوع الطائرات ومخافة الحرائق، وأيضا في مقابل جفاف كبير، يعني في مقابل صحيفة الشروق ربما علق على هذا سعد كرميس، أنا سنأتي إليه، مسؤول في وزارة الفلاحة يقول بأنه الإنتاج هذا العام سيكون وفير، في هذا التصريح صحيفة الشروق في نهاية أفريل، مع أنه الوقائع الأرض تقول بالعكس، مخافة وضع كارثي وأسئلة كثيرة عن أزمة المياه كذلك مع هذا الشفاف وشح الأمطار. شوف سي جمال، هذا الكلام احنا رانا قلناه من قبل، لان اللي قرا شويه علم الاقتصاد يعرف بان الجزائر هي منطقه شبه جافه، خاصه مع التحول المناخي، مع الاحتباس الحراري، هذا كله معروف بان الجزائر في ميدان الفلاحه هي الى غايه الساعه تعتمد على الامطار، يعني والاكثر من هذا اصبحنا نعتمد على صلاه الاستسقاء، يعني حتى وما تنزلش الامطار رايحين عندنا بلون بي اللي هو النادي والمساجد وكذا، يصليوا صلاة الاستسقاء. لا علا صلينا صلاة الاستسقاء لكن الماء ما نزلش. راجعوا حساباتنا ونصبحوا دولة حديثة ونتكلموا بمنطق علمي ليس بمنطق الشعوذة والسحر. لذلك أظن بأن لما نجي نقول بأن موسم فلاحي، الموسم الفلاحي يا سيدي الفاضل ما مشبه الطرق. الموسم الفلاحي يظهر بأن هناك إمكانات للدولة الجزائرية، هناك خطة، هناك أدوات حديثة للزراعات، يسمح لي المشاهد الكريم، للزراعات المكثفة. إذن احنا لما نتكلم عن القطاع الفلاحي، هل فعلا كدارس لعلم الاقتصاد وكذا، هل فعلا الجزائر تقدر تدير اكتفاء ذاتي في بعض المواد الواسعة الاستهلاك؟ أقول لك لا، وقلتها قبل هذا الوقت. لذلك أظن بأن اليوم مثل هكذا التعليقات من طرف المسؤولين في الحكومة يقولوا موسم فلاحي ناجح وكذا، بطبيعة الحال لما تلقى رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبوني يجمع الولات واللي هما اللي صالر تاعهم واللي شاف دايرة والوزراء واللي شاف كابيني والأمناء العامين واللي هما كامل ديزيني باران دوكري بريزيدونسيال، والصالير تاعو معروف كيفاش راح يخرج لوترات، الصالير تاعو شحال، ويتكلم وينوضوا يصفقوا كامل. أنا كيقول الإحصائيات تقول 82% من مناطق الظل قضينا عليهم، مصدر الإحصائيات لازم يقول لنا وشنو، هل هناك معاهد للإحصاء في الجزائر؟ هل هناك مكاتب للإحصاء مستقلة عن الحكومة وهي تمد أرقام حقيقية بأدوات معروفة في علم الإحصاء؟ وبعدين يجي يقول صرفنا مليارات الدولارات، أعطينا الأنفلوب هذا شحال صرفته، ما تقولش مليارات. في علم الاقتصاد كل شيء هو مضبوط، هو رقمي. أنا لما تعطيني هكذا أرقام يعني تتوزع علي أرقام نصبح من آمنش بها. والأكثر من هذا، نخرج من عالم الاقتصاد نروح لعالم السياسة، لما نقول باللي قضينا على مناطق الظل وهذه الناس اللي ساكنين في مناطق الظل مثلا فرجناها عليهم وماشي خساره في الجزائريين، قول الكلام هذا يا سي عبد المجيد تبون امام مناطق الظل، روح لهم امشي لهم دير خطاب امام هذا المجتمع، ماشي في قاعات مكيفه امام مسؤولين يتقاضوا بالشوافره وكذا. لا، لما تمشي الى لما تدير انجازات مثل هكذا باش انا زيد المصداقيه عندي ويزيد حبي لهذا المسيرين وهذا البوفوار هذا، يا سيدي الفاضل امشي الى هذه المناطق وجمع المغبونين هادو وقول لهم هذا الكلام ونسناو هل يصفقوا ولا ما يصفقوش. اذا لما نخاطبوا المجتمع الجزائري بهذه الطريقه سياسيا واقتصاديا، رانا نزيدوا نديروا في الهوى، وللاسف الهوى راهي موجوده، المصداقيه راهي على المحك، يعني
أصبحوا الجزائريين ما يأمنوش بالخطابات السياسية وبالوعود الموجودة، لأن الوعود اللي قالت مثلا مؤسسة المراعي وحليب المراعي في الجزائر وين راه؟ السيد راه مستشار على لدى رئيس الجمهورية بعد ما قضى 3 سنوات في وزارة التجارة، بعد ما دخلوا ناس للحباس على أساس أن المضاربة القولها تعاريف أنا عمري سمعت بها. طبعا بمناسبة اليوم تم في موضوع الفساد تم تثبيت الحكم على سعيد بوتفليقة ومن معه علي حداد، وعلي حداد كان على أساس حصل على مشاريع في موضوع تحلية المياه بمليارات، والآن تبون يأمر في قبل أيام بأيضا التركيز على الموضوع وتخصيص ميزانيات كبيرة كذلك، حديث عن التعويل على تحلية المياه لمواجهة شح المياه مع جفاف حقيقي تعانيه البلاد. سي جمال لو سمحت لي فقط في ثواني فقط نرجع فقط لما سألته الصحفية خديجة بن قنة وقال لها وجاوبها بسؤال أن الناس يشكوا في الناس الكبار ويتهموا أن الجزائريين يسيروها شيوخ وكذا، فعليش يسيروها شيوخ؟ وضرب مثال بايدن، بايدن جاء بطريقة شفافة بطريقة شرعية، المجتمع الأمريكي ساهم في الانتخابات بنسبة محترمة، كان الرأي والرأي الآخر، كانت إتاحة الفرصة، مصادر تمويل هذه الحملات معروفة، التقرير المالي والأدبي يقدم إلى الهيئات المختصة. إذا كانت بهذا الطريقة الانتخابات إن شاء الله يجيبوا لنا واحد يسيرنا يكون عنده 120 سنة، ما يهمش المشكل الطريقه اللي يحكموا بها الحكام العرب وكيفاش يوصلوا الى سده الحكم، هذا هو السؤال المطروح وهذا هو اللي غير مقبول، لانه هو لما الارقام في بعض الاحيان يذكرها ويفتخر بها، وفي بعض الاعيان في بعض الاحيان الارقام المهمه اللي مثلا عدد نسبه الانتخابات في الجزائر سواء على السيناء او على البرلمان او في الرئاسيات يقول ما يهمش الرقم. إذا فهمونا وكتاش يهموا الأرقام وكتاش ما يهموش. طيب. إذا هناك قاعدتين، يعني القاعدة اللي نحتاجوها نطبقوها نقولوا يهموا هنا ما يهموش، لا هذا هو الإشكال. درك الخطاب السياسي في الجزائر لم يصل ولم يرقى إلى مستوى بعض النخب الموجودة في الجزائر واللي هي مهمشة واللي عندها أفكار والجامعة الجزائرية. نضيف لك في لحظة كذلك طائرة الدرون، نقولوا المؤسسات الناشئة، وأنا نشوف في واحد البهرجة في الجامعات ومانيش عارف أنا الديفورماسيون وكذا، وكأن الاقتصاد الجزائري المؤسسات الناشئة هذه خلاص راح نزرعوها كالبطاطا وتنتج. لا يا سيدي الفاضل، هو مشاريع المقاولة هي ثقافة مجتمع، هو اقتصاد ومناخ اقتصادي. أنا نقول لك سي جمال وجلونس ميساج، حطيت شاك عنده 15 يوم من شاك بونكير باش يدخل في سي سي بي يلزم لك 20 جور 30 جور، هل هذا هو الاقتصاد اللي نسكن فيه المؤسسات الناشئة؟ ضيف إلى هذا، هل طائرات الدرون اللي رايحين يخلقوهم الجزائريين من العدم رايحين هما اللي يحميوا الغابات؟ انا جامي شفت طائرات الدرون يحملوا المياه باش يطفوا النيران المشتعله. اذا هل مهمة طائره الدرون اصبحت تطفي النار؟ هنا طيب. نطرحوا عده اسئله. طيب نطلع على كثير من الاسئله تطرح والوقت يضغط علينا. تعليق قبل ان نودعك عزدين تومي، اشار الى نقطه ملافته دكتور حميد علوان، موضوع تبون وخطابات تبون، ولكن منذ 2019 لم يلتقي بالناس، لم يزور مناطق الظل هذه، هل هذا التسويق الإعلامي كافي في رأيك قبل يعني نتحدث عن سنة وبضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية وكل الجدل كما كنت تشير حول العهدة الثانية لتبون وعدم ضبابية، وموقع فرنسي يتحدث حتى عن صراع خافت داخل النظام الجزائري حول هذه العهدة الثانية لتبون؟ لا، هو الحقيقة أن النظام أمام انسحابي لحد اللحظة، يعني لا لم يبقى سوى على انتخابات نرى توقف، ولم يحد هناك من أعلن عن طرفه ولن صراع على تبون من ضد تبون إلى غير ذلك. فكل هذه الضبابية، كل هذا يعني المناء الغير مناسب الغير لن يكون في صالح، يعني هذا أمر سيعود بخطوة.
للأسف للأسف الخط يتقطع هذا المناخ وسيعود بخطورة، هذا ربما فهمناه للأسف الوقت يداهمنا. أشكرك على كل جزيل الشكر عز الدين تومي، كنت معنا عبر الهاتف. أنا أختم معك سعد كرميش. شوف الأستاذ جمال، كنا نحكيه على الكذب، يعني الناس كامل تشوف الجفاف، يطلع لك وزير وفي هذا ولا مسؤول يقول لك الإنتاج الزراعي راح يكون وفير هذا العام. طبيعة الحال أنا قلت يكون وفير في نادي الصنوبر وموريتي حتى وما يصليش صلاة الاستسقاء. كذلك تبول لما يقول قضينا على 82% من مناطق الظل، ربما هو يقصد مناطق الظل يعني اللي في 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 موريتي ونادي الصنوبر. علاش نحكيوا على مناطق الظل؟ شوف أنت في العاصمة اليوم راهم قاطعين، كاين خمس بلديات قاطعين عليهم الماء، يعني كل مرة يقطعوا عليهم الماء. ولا قدر الله يعني لو ما يرزقش ربي سبحانه وتعالى يعني أمطار كثيرة السنوات المقبلة، حتى المدن الكبيرة راح تعاني من جفاف كبير. ولكن تبون أمر بتخصيص يعني ميزانية معتبرة لموضوع محطات تحلية المياه، يعني حديث عن عشرات من محطات تحلية المياه. راني رايح نجي لك الأستاذ جمال، لا يستطيعون تسيير هذه المحطات. لماذا؟ لأنه بحساب بسيط جدا لإنتاج 3 ملايين متر مكعب من الماء، محطات المياه تستهلك 1.5 مليون برميل من النفط. هل الجزائر تنتج 1.5 مليون برميل من النفط؟ يعني الجزائر كلها تنتج 1 مليون برميل من النفط، يعني تستهلك 500,000 وتصدر 500,000. يعني لو نهزوا ولايات الشمال فقط، يعني كل لو غدوة الجزائر توقف تصدير النفط وتسخروا غير تحلية مياه البحر ماهوش رايح يكفي. حتى لو كان يعني مستقبلا نسخروا كل الغاز الطبيعي وكل النفط اللي ننتجوه لتحلية مياه البحر، معناه ماهوش رايح يكفي باش نحطيه مياه البحر بكمية تكفي الجزائريين في المدن الكبرى. إذن يعني مستقبل الشعب الجزائري رايح يوجد روحه بين أمرين، يعني حتى وإذا نحينا جانبا تكاليف مصانع تحلية المياه وتكاليف تشغيلها وتكاليف صيانتها، إذا تكلمنا فقط على تكاليف النفط والغاز التي تسخر لتشغيل هذه المصانع، سوف يضطر الجزائري إلى الاختيار بين الماء الذي يشربه مقابل أن لا يصدر النفط، أو أن يصدر النفط لشراء الخبز ولا يجد الماء. يعني البلد مقبل على يعني مصائب كبيرة جدا، وهؤلاء يهربون إلى الأمام بالأكاذيب وبالخداع حتى يعني تنفجر الأوضاع في 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 في, في وجه هذا النظام. لا الأستاذ كان يحكي مثلا على الأرقام، لو تشوف هذا الأوفيس ناسيونال دي ستاتيستيك، لو تروح تشوف تلقاه معطل السيت تاعه، هما يحكيوا على الانترنت والرقمنه، او انك تجد فيه يعني معلومات قديمه جدا. تروح لوكاله التشغيل هذه تصيب معلومات قديمه جدا، يعني ما تصيبش فيها تحيين. تروح كامل يعني للمواقع الرسميه نتاع مؤسسات ما يسمى مؤسسات الجمهوريه، ما تصيبش فيها ارقام حقيقيه. إذن لا المستثمر يقدر يقرأ الأرقام، ولا الباحث مثلا باحث في الجامعة يحب يطالع الأرقام باش يدير دراسات يصيب هذه الأرقام، ولا الأجنبي يقدر يصيب هذه الأرقام. ولذلك هم يعني عايشين في 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 عالم آخر بعيد عن العالم يعني الذي يتطلبه تسيير دولة بحجم الجزائر. دكتور حميد علوان، نختم معك في دقيقة لو سمحت فهو أقل. من أين نبدأ وإلى أين ننتهي المشكلة؟ هل ناقص الخطر السياسات هذه العرجاء اللي ما عندهاش نتائج؟ هل نبقاو في نفس الخطاب؟ هل نبقاو نستغباو عقول الجزائريين؟ هل فعلا أننا عندنا خطة وعندنا أهداف للمجتمع الجزائري في كل القطاعات؟ المشكلة سي جمال، ربما في الدول الأخرى تلقى قطاع لأن المشاكل موجودة، مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، لكن يا سيدي على الأقل خليونا في قطاع نقدروا نتحكموا فيه ونقدروا نوصلوا إلى نتائج. لذلك المنظومة كلها فاشلة، هذا الفشل هذا هو اللي خلى تخبط
تخبط في أن ما كانش فيدروت، ما كانش رؤية واضحة. المجتمع الجزائري فقد الأمل، وأنا نقول إذا كملنا في هذا الطريق رايح نوصلوا إلى انسداد، رايح ما نلقاوش الثقة، لأن في نهاية المطاف شكون اللي يبني الاقتصاد الجزائري؟ شكون يبني الجزائر؟ هما الجزائريين. لما يفقدوا الثقة في القائد تاعهم، في الليدرشيب، في اللي الناس المسؤولين اللي في كل مره يقضيوا صوالحهم ويدوا رواتب ويمشيوا بدون تقديم اي تقرير للمجتمع الجزائري، بدون محاسبه. اليوم ربما جاء في مجلس الوزراء اننا الفساد وكذا وكذا والاراضي وحمايه الاراضي. منين تحمي حمايه الاراضي؟ هل الجزائري الضعيف هو اللي دا الاراضي تاع الجزائر او استولى على بعض الاراضي، او اللي يبني قربي هذا جيت تقول لي استولى على قطعه؟ اللي استولى على قطع الأراضي الفلاحية اللي اداها غير الفلاح، والمصانع اللي اداها غير المصنع، والاستثمارات والأموال والقروض اللي خرجت من بنوك دون أي دراسة، دون دراسة جدوى، دون مخاطر، دراسة مخاطر القروض، وداوها ولد فلان ولد فلان، ولادهم جامي خدموا، ولذلك تلقاهم بسيارات فاخرة بفيلات بكذا. ولذلك أظن بأن لمحاربة الفساد يجب أننا نقضي على مدارس الفساد، وإن غاية اليوم مدرسة البيروقراطية مازالها فاسدة وستبقى فاسدة بهذا الفكر اللي هو متجمد فعلا، وما وصلناش إلى أننا نحرك عقولنا ونشوف الدول كيفاش تطورت. ولذلك أختم بمقولة: ليست هناك دول فقيرة، وإنما هناك منظومات لا تعلم كيف تسير موارد تلك الدول، وهذا ما موجود في الجزائر وفي الدول العربية. ويا أسفه عن الجزائر، لأن الجزائر ربما عندها كل الإمكانات تصبح دولة فعلا قوة إقليمية، لكن مش بهذه السذاجة ومش بهذه الشعوذة ومش بهذا الكذب على المجتمع الجزائري، وفي بعض الأحيان يكذبوا حتى على أنفسهم. أنا هذا هو السؤال اللي نطرحه: هل هو يقبل ما يراجعش نفسه؟ يعني وش طرح كأطروحات في بداية في منذ سنتين، ويجي بعد 3 سنوات ينتقدها بنفس الخطابات؟ وهذا إشكال كبير اليوم، وكأننا صبحوا يخاطبوا في مجانين. أفضل منظومة صحية عندنا المراعي، عندنا رايحين نصدروا القمح، رايحين نصدروا الفواكه، رايحين نصنعوا السيارات، رايحين نجيبوا الطائرات، ولكن في نهاية المطاف هو كلام فضفاض فقط. والمجتمع الجزائري راهو يعاني معاناة كبيرة، ولذلك أنا نتحيل مرة أخرى على الصبر اللي عايش فيه، ونقول له أصبر أيها الجزائري، سيأتوا الرجال لهذه الدولة، لأن عندنا أزمة رجال في هذه البلاد. حميد الألوان، دكتور حميد الألوان، شكرا لك أستاذ التسيير المالي والخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. وشكر موصول كذلك لسعد كرميش من مونريال المختص في تقييم المخاطر. شكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.